عنن المواطن ما غطش برما هو التي احسن وشن الفقراء العليات خليتهم يتصاب عليهم في ظهرك وفي عهدك وجينا لبابك وبيت استقبلنا سمعتي وانا نتكلم لك شوف سنتيري بطلتي شرطك عند الراعي قدام واسمه شيخ رضا شوف الشيخ رضا ما قد نحبس وانت وقفت ونحبست وشيخ رضا ما قد يحقق معاه وانت وحقق معاك تختار على ثلاثين جناش يا كان هو فوق السلطة يا كان كم انتم متراوبين على نفس القضية وهو حماية الشيخ رضا وحماية الناس اللي دوكل حقوق المواطنين اسمعتني وتعرف عن قضيته وخلقت الله في ظهرك انت انا ظهري جاي الفرنسا ظهري متدقدق بشروطك اللي خبطوا علي قرينات انا وبايقه من الخلق قدام شتا يصير وبطونا في قدام الرئاسه وانت داخل في قصر الرئاسه سمعتي ولا كنت شاكلنا لو جايتك قدام دارك انا والخلق اللي تالبني وقلت لي اني صد وانت ماشي انقص ساكن اللي مشيني وانا ما مشيني لقاش انا مشيني ذاك الخلق الضعيف الفقير اللي مرايا ما عنده صيدعه ولا بيدعه انت ما قديت تحمي حقوق ذو المواطنين واللي محتاجين لك لذلك مولانا دارك في المرحله اللي انت فيها بك لا الحق يا سيد الرئيس لو كنت التقيت مولانا ذوك المواطنين الضعفاء ما يعود الحال ذنبت ونحن خاليين وشياعة ولا عندنا خمسة ولا عندنا عشرة وجايين هون ما عندنا باس الدواء انا نتكلم لك ما عندي باس الدواء لذلك افرض علي انك اقطع صراص لان دولتي ما تقدر تداويني لان المعدات اللي هي داوي ظهري بيا ضبطكم انتم شرطك ماني جابرتهم فم سمعتني معناها انك احمي العلايات واحمي الناس الضعفاء لو كنت حميتهم ولا جري خاله ولا عنك ما اشبه منك الرئيس الحالي الرئيس الحالي عالم مولانا اللي اشبه انت منه سمعتني لانه خالي وداري كيفتك انتم لا تداولوا على الرئاسه يا قار ما تقدموا فيها شيء واجع للمواطن السلام عليكم هاي قضية دولة ما عندها فيها أي دخل قضية الشيخ الرضا الدولة ما عندها فيها أي دخل خارج شمل الأشخاص يبيع دار بعشر سعرها عشر مرات أسعار خيالية شمل ناس الدار من بيناتهم الدولة ما هي داخلة فيها من أي جهة ما هي داخلة فيها من أي جهة ولا هي مسؤولة عنها شمل العمليات اللي ما هي رسمية اللي معدلة دون الدولة ولا فيها أي دخل الدولة الدولة ما هي داخلة الدولة ما هي شاهدة الدولة ما وسجل عندها أي بيع قضايا يعد على مستوى حد يعرف الناس انت تكلمتي لا بقيتي ما قلتي لا سبيتي ولا بقيتي ما قلتي منين يعود فم شي متعلق بالدولة قد حد يجاوب عنه يقال عمليات بين المواطنين بيناتهم شي من العمليات دار تنباع بسعرها عشر مرات هذا ما هو صالح ومشيت وضحيتو تو والعداله ذيك هي عداله في صوره عداله في